وبركاته. إذن في المعلومة ديال اليوم غادي نرجعوا كتعلق بالشغل. الناس اللي كيتسائلوا فوقاش غيعتبروا نفسهم مرسمين. فعلا يعني أي شخص كيتسائل واش أنا مرسم ولا ما مرسمش، ولا غالبا تيوضعوا بعض الأساس يقول لك وما بغاش يرسمني، باترون ديالي ما بغاش يرسمني. هذه القضية ديال الترسام خص الناس يعرفوها بأنه ماشي الباترون اللي كيرسم، القانون هو اللي كيرسم. يعني مسألة بقوة القانون. ما معنى بقوة القانون؟ يعني سواء الباترون بغى ولا ما بغاش، إلا دوزتي واحد الفترة في العمل كتصبح مرسم، ماشي الباترون اللي تيقرر. فوقاش يمكن قرر الباترون يرسمك أو لا ما يرسمكش؟ فوقاش كيكون عنده هذا القرار هو؟ تيكون عنده ملي كيدخلك تخدم. ومثلا غنهضر على الأطور والمستخدمين، عندهم واحد الفترة ديال التمرين ديال 3 شهور قابلة للتجديد مرة واحدة. إذن ملي كيخدم 3 شهور وكيشوف المشغل بأنه داك السيد مازال ما عارفش واش يبقى عنده ويحتفظ به ولا يقول له سير بحالك، تيمكن له يجدد له ديك 3 شهور مرة واحدة. كيصيفط له رسالة تيقول له الله يخليك، هذيك 3 شهور اللي درنا ديال التمرين راه ما كانتش مرضية بالنسبة ليا، ممكن ليش ناخذ قرار ودابا راني غنمددها 3 شهور اخرى. الا دوزنا ديك 3 شهور الثانيه يعني اصبحنا في 6 شهور، نهار واحد الا زادوا على 6 شهور كيصبح داك الاجير مرسم. نعم. اذن ماشي المشغل اللي قرر. هذه مساله كتعلق بالمده وبالقانون. القانون قال الا دوز 3 شهور وجددناها له مره، يمكن نهار واحد الا زادوا على 6 شهور كيصبح مرسم. وإلا ما جددنا له داك 3 شهور، في 3 شهور الاولى الا زاد عليها نهار كيتسمى مرسم، حيت هي قابله للتجديد. هاد قابله خص المشغل يعبر عليها يقول له انا اجدد. الا ما قالوش اجدد، حيت غنرجعوا للمبدا، شنو هو المبدا والقاعده؟ هي 3 شهور هي مدة التمرين. نعم، تجديد مرة قابلة. إذن هذه القابلة خصني نفعلها، هذا حق تعطى للمشغل. إلا بغى يفعلها غيفعلها ونمشيو 6 شهور، ولا ما بغاش يفعلها وسكت، إذن الأمر انتهى في 3 شهور من يزيد عليه نهار صباح الأجير مرسم. مرسم. نعم. بالنسبة للعقود المتجددة كل سنة دكتور؟ ما كاينش عقود متجددة كل نهار، كل عام كتعطى كونطرا للتوقيع. ما كايناش هذه القضية. هذه المسألة هذه كاينة استثناءين، هي ملي كنخرج نعطي واحد المنتوج جديد في شركتي. انا عندي شركه قديمه والناس خدامين معايا بزاف، ولكن خرج واحد المنتوج جديد، اول خطره اخترعت شي منتوج غنبيعه اول خطره، خفت هذاك المنتوج ما ينجحش وانا غنخدم فيه فريق كامل. اذا القانون يعطيني الحق ندخل هاد الناس نخدمهم لمده محدوده ديال عام قابله للتجديد مره واحده. يعني اكثر اقصى مده غتكون هي سنتين إذا كان المنتوج جديد أول مرة. والحالة الثانية، الاستثناء الثاني اللي في هذه السنة اللي كنتكلموا عليها، هو ملي كتكون المقاولة جديدة، أول خطرة حليت مقاولة ديالي. إذا منتوج جديد ومقاولة جديدة، هادو هما اللي فيهم سنة قابلة للجديد مرة واحدة. يعني من بعد عامين كيصبح مرسم، أو من بعد عام إلا ما جددش ذاك العام كيصبح مرسم. ولكن القاعدة والمبدأ العام في العقود للمدة ديالهم غير محدودة هي 3 شهور ديال التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة. شكرا على المعلومة دكتور معتوق.